كنتوا بتشتغلوا في ايه هنا؟ في العلم. كل يوم بتطلعوا وتروحوا؟ بنطلعوا من هنا الساعة 6 ما بيجوش الا بعد المغرب. الساعة 6 كل يوم. الموقف كان صعب يا ايه؟ قولي لي لحظة الحادث ده كنت بتعمل ازاي؟ يعني احنا الاول لما العربية رأينا بتتقلب احنا خلاص ما بقيناش قادرين بقينا عمالين بنصور. احنا لقينا محمد ده سابنا مرة واحدة قرنطت وكمان في قلب البحر عشان يلحق العيال. العيال لقيناها مرة واحدة جريت في قلب البحر. ما بقيناش عارفين وقررنا كده بقينا عمالين نصور لحد ما يعني قلب المعديه ان يلحق معاهم ايه؟ محدش رد خالص. فضلوا واقفين زي ما هما بيصوروا. رحتوا كملتوا اليوم الشغل ولا ما؟ لا 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 ما بنخش عادي بقى اليوم التاني. ما لحقوش خلاص. هو اللي عدى عدى واللي ما عداش دلوقتي. رجعتوا على هنا تاني. بس فضلنا بقى واقفين عبال ما اهلنا جت عشان تاخدنا. في اللي ماتوا من البنات اللي ماتوا حد من زمايلك؟ ايوه كلها زمان. هاجر زميلتي لسه لغايه دلوقتي ما طلعتش. هاجر محمد عبد السلام. هاجر احمد عبد السلام دي لسه ما طلعتش. عزبة الرابع. كانوا في الاول بيقولنا ان هي طلعت بس فضلنا مستنيين يجي ساعتين في الاخر لغايه دلوقتي لسه ما طلعتش. قلنا ان هي طلعت. مين تاني من زميلاتك اللي توفوا؟ بس انا مش فاكره مين اللي راح بالظبط عشان هو كان العدد كبير معانا في قلب العربيه. العدد كان كبير فما كنتش عارفه مين اللي راح الشغل ومين اللي ما راح. ايوه انا شايفاكي مخضوضه وحاسه ان انت مش عارفه تجمعي الكلام، فلو ممكن تهدي كده معانا وتعرفينا بنفسك وتبتدي معانا كده بالراحه كده وتحكي لنا ايه اللي حصل بالظبط. انا مستمعيك. اللي انا حكيته دوت هو دوت اللي حصل معايا. بالراحه بقى واحكوا لنا تاني. هما لما حضرتك يا فندم العائله مرهقه هي كانت العربيه في اخر المعديه من ورا كده كانت واقفه من ورا. هم هو على طول بيوقف العربي بينزل يقف جنبها. هو ما عملش حاجه، هو كان وقف العربيه نزل وقف جنب العربيه. احنا بنتكلم اهو يابا، احنا بنتكلم في اللي بيحصل جنب العربيه ما عملش اي حاجه. لما بقى المعديه السواق كان بيتخانق مع لا ما كانش بيتخانق. امال ايه سبب الخناقه بتوع المعديه؟ هم اللي عملوا معاه المشكله. يعني الناس اللي في المعديه هم اللي عملوا معاه المشكله. هم اللي عملوا معاه المشكله في الاول. هما كانوا بيتخانقوا لوحدهم؟ اتخانقوا مع السواق. هو السواق نزل من الميكروباص. عايزين نوصل لسبب المشكله ايه؟ سبب المشكله ان هو بتوع المعديه نزل وقف. وبعدين لحظه لو سمحت يا جماعه، يا جماعه لو سمحت نقطه نظام كده ونسمع بعض. مين اللي كان بيتخانق مع السواق؟ انا ما اعرفش عشان كان في ناس كتير في قلب المعديه فهو كان واقف عنده. طب بعض الاقاويل قالت ان في عيال او شباب كانوا بيعكسوا البنات اللي في العربيه، هل والسواق كان نازل عشان يدافع عنهم لما عكسوا؟ طيب مفيش كلام. بعد ما السواق نزل من العربيه ايه اللي حصل؟ وقف بقى عند الخناقه، لكن هو ما اتخانقش. هو وقف عند الخناقه وبعد كده لقيناه ركب العربيه. جه بقى جم بقى لما وصلوا جه يطلعوا لقينا العربيه زقت قامت راجعه مقلوبه. حد زقها ولا هي اللي وقعت بيكوا عشان السواق كان سايبها شغاله؟ لا ما كانش سايبها شغاله. هو لما بينزل من قلب العربيه بيقوم فاصل العربيه بالمفتاح. امال حد زقها؟ ايه؟ امال حد زقها؟ هي العربية كانت متنورة. العربية كانت على الحرف. العربية كانت متنورة وعلى حرف العربية. سهل جدا ان اي حد يزقها. تنزل. هي بقى من الخناقة في الخناقة دي بيزق ودي بيزق العربية تزق. هل في حد البنات بقى بدأوا ينطوا مثلا من العربية ولا العربية وقعت؟